انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورتها 60 والتي تنعقد خلال فترة من 16 إلى 18 من فبراير 2024 في مدينة ميونخ الألمانية. نعم، ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من رؤساء والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من دول عدة، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية. انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته 60 اليوم الجمعة 16 من فبراير 2024 في فندق بايغشهوف، حاملا شعارا متشائما لوز لوز أو الجميع خاسر، بحضور وفود رسمية من كافة أنحاء العالم وبمشاركة وفد كويتي رفيع المستوى. الكثير من المتحدثين الجيدين وكل متعاونون بما يخص التحديات الراهنة في العالم ومستعدون لنقاشه بحرية. الأجندة غنية بكل ما يتعلق بالمناخ والطاقة والدفاع، وهناك الكثير لفعله ونقاشه. بحسب مؤشر ميونخ للأمن الذي نشر قبل المؤتمر السنة الماضية، فقد تم تصنيف النزاع الروسي في أوكرانيا كأكبر تهديد للأمن العالمي، غير أن مؤشر 2024 الذي شمل آراء أكثر من 12 ألف شخص في دول المجموعة 7 والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، كشف أن الهجرة الناجمة عن الحروب والتغيرات المناخية تحتل صدارة المخاوف الأمنية العالمية. أنتم تعلمون الدور المهم لبريطانيا في فض النزاعات حول العالم، وأنا شخصيا أعمل في صناعة التأمين، ولدينا دور أساسي نلعبه خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية التأقلم مع المشاكل التي تتعلق بالتنقل والأمن. تبرز مشاركة الكويت في مؤتمر ميونخ للأمن أهمية دور الدولة في حل النزاعات وتبادل الأفكار والوجهات حيال التحديات الأمنية المتعلقة بالأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية جنبا إلى جنب مع الوفود الأخرى المشاركة. يرسم تقرير مؤتمر الأمن في ميونخ هذا العام صورة قاتمة للحوار العالمي، غير أن المؤتمر فرصة هامة لإعادة المفاوضات السلمية والحوار البناء. سارية مرزوق، تلفزيون دولة الكويت، ميونخ.